الظاهره كنقدموه لكم من شوف تي في. اهلا بكم. اكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار على ضروره التحالف الظرفيه الراهنه بروح المسؤوليه والرزانه كشرط اساسي لتقويه الجبهه الداخليه تحصينا للمكتسبات ودفاعا عن القضيه الوطنيه التي تعتبر اولى الاولويات وايلاء الاهتمام للمتطلبات التنمويه الملحه للمواطنين. واعرب المكتب السياسي للحزب في اطار اجتماعاته الاسبوعيه العاديه للتداول في جمله من القضايا التنظيميه الحزبيه واخرى كتهم الاوضاع السياسيه الاقتصاديه وحتى الاجتماعيه اللي كتعيشها البلاد عن قلق شديد لما آلت اليه الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه نتيجه الارتباك وعدم انسجام الاغلبيه الحكوميه. في خبر اخر، نسبات جريده شروق الجزائريه الى مصدر من داخل حزب العداله والتنميه قولوا ان حزب الاستقلال قرر الانسحاب من الحكومه باعزم الديوان الملكي. واضافت الجريده المقربه من جهاز الاستخبارات الجزائريه على لسان المصدر اللي وصفته بالمطلع ان سياسه التقارب مع الجزائر اللي نهجها العداله والتنميه لم ترق للديوان الملكي وبدا انه غير راضي عليها. وزعمت الجريده انه الاتزان وتفضيل لغه الحوار الهادئه مع الجزائر الذي انتهجه سعد الدين العثماني كانت سمه الغالبه منذ تعيينه رئيس الدبلوماسيه المغربيه. اقتصاديا، بلغت قيمة الاستثمارات المتعلقة بتمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة العيون بوجدور الساقيه الحمراء خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و 2012 ما يناهز 296 مليون و 434 ألف و 722 درهم. وأفادت معطيات حول حصيلة منجزة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الفترة ما بين 2005 و 2012 بجهة العيون بأن هذه الاستثمارات تخصصت لتمويل 698 مشروع كتعلق ببرامج محاربة الفقر الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الهشاشة والتهميش وتمويل البرنامج الأفقي على مستوى أقاليم العيون بوجدور وطرفايا. في الخبر الثقافي، كيسعى القائمون على مهرجان سبول الفيلم القصير بالقنيطرة اللي غتفتتح الفعاليات ديالو غدا الخميس الى ضمان استمرارية هذا الموعد السينمائي على الرغم من ضعف الامكانيات المادية المرصودة لتنظيم هذا الحدث الفني والثقافي. وكتميز الدورة السابعة لهذا المهرجان باستضافته الجزائر كضيف شرف من خلال عرض مجموعة من الافلام الجزائرية، وذلك انطلاقا من علاقة صداقة اللي كتربط النادي السينمائي بالقنيطرة مع مسؤولي مهرجان بجاية بالجزائر. رياضيا، تبتات الفحوصات اللي خضع لها جمال العليوي مدافع الوداد البيضاوي لكرة القدم امس الاثنين حاجته الى الراحة لعشر ايام بعد الاصابة ديالو في الركبة خلال المباراة ضد وداد فاس في الاسبوع الماضي، واللي غاب على اثرها عن المباراة ضد اولمبيك اسفي. وغادي يغيب العليوي المنتقل الى الوداد في الميركاتو الصيفي على المباراة القادمة للوداد البيضاوي ضد حسنية اكادير نهاية الاسبوع الحالي ضمن منافسات دورة 28 من البطولة الاحترافية. بهذا الخبر مشاهدينا، كنتو معكم اوراق الموجز، لكم اطيب وارق التحايا من كل طاقم شوف تي في، تقنيين وصحفيين.